اليوم استخلاف فريق الحماية المدنية الذي أفيد إلى درنا ليبيا مؤخرا في إطار المعايير الدولية، في إطار وضع دائما الفريق في حالة تأهب وأكثر جاهزية وأكثر مردودية. استقلالية الفريق الأول تدوم 10 أيام، بعد الانتهاء قضى 10 أيام تم الاستخلاف الفريق الثاني بعدما تم تجهيزه مؤخرا، يعني عند انطلاق الفريق الأول. دائما متواصلون في إغاثة ومساعدة الأشقاء الليبيين. هذا الفريق اليوم 77 عنصر بالإضافة إلى 10 عناصر باقية في ليبيا من قيادة المركزية وقيادة العمليات والمانجمنت. كل الفريق يعني يمتلك كل الاختصاصات التي يحوزها الفريق الأول من عدة اختصاصات، خاصة دعم الفريق هذا بأكثر من غطاسين، أن منطقة التدخل انحصرت كثيرا على مستوى البحر سواء في عرض البحر أو شاطئ البحر، بالإضافة إلى فرق البحث والإنقاذ تحت الردوم، الفرقة السينوتقنية، الأطباء المختصين في إدارة الكوارث، القيادة أخرى اللي في إدارة المانجمنت والعمليات أرسلت، بالإضافة إلى معدات ثقيلة أخرى خاصة يعني خاصة بالتدخلات في حالة فيضان.